رانيا يوسف عملت لعمرو صحصاح بلوك. انا كان نفسي اعرف ليه هي عملت له بلوك. عارفه انت عمرو صحصاح رئيس القسم الفني في اليوم السابع؟ اكيد طبعا. كان بيهزر وهو عامل برنامج كده برضو على اليوتيوب، فكان بيسالها يعني البطانه اخبارها ايه. اوكي، يعني هي البطانه يعني كل مره بتسقط لوحدها، يعني مره من فوق ومره من تحت. فهي بعتت له بقى زعلانه، قامت عامله له بلوك. فانا بقول له كمل يا عمرو ولا يهمك وبتاع، بس بجد موضوع البطانه ده بقى اخباره ايه؟ انت كبنت ما ينفعش البطانه تقع. هو ما ين... بس هي اكيد مش قصدها، اكيد مش قصدها. ممكن البطانه تكون وقعت غصب عنها. طب هي مره وقعت من فوق ومره فاتت وقعت من تحت، فبرضه يعني على طول بتقع. نقول لا تعليق، انا ماليش دعوه. المهم عمرو صحصح ما تزعلش يا عمرو، والبلوك ده يعني مردود واكيد هتشيله هي، بس انت كمل معاها في موضوع البطانه ده، ان شاء الله الموضوع هيبقى لطيف جدا.